السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في مدينة جديدة في مدينة تطوان. اليوم توجهنا عند واحد الدري صاحبي، هو لاعب للمغرب التطواني، غادي تشوفوه معايا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. المهم انا جيت لعنده للدار وغادي نحاول نخلقوا معاه شويه ديال الضحك وشويه ديال المتعه في هذا الفيديو هذا، وغادي نتوجهوا معاه للنادي بيان سور مع الدري اصحابو اللاعب اصحابو المغرب التطواني مطبي، ونيس غادي ندوزو معاه هاد النهار هذا كامل ونشوفو كيفاش كيدوز الحياه ديالو من لونطريمون الدار اصحابو. غادي نصوني عليه دابا في درجتنا عندو الدار، غادي نصوني عليه ونتلاقاو فيه ان شاء الله يا ربي. يلاه زيدو معايا. وي الو حسين، واش كون معك؟ سوايف. سوايف بخير. اكيد داير بخير. غادي تبقى معايا. وي سوا افي مزيان. هبط هبط. ما كتعيط مو؟ لا لا بدا غير نصبح. مفاجاه مفاجاه. زيد 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 زيد. كبير انا بخير. اش كتعاود؟ لا خير بزاف. الله يحفظك. كتجينا صوت راسها ما كتعيط ما ولا صافي؟ ايوا كتجينا مفاجاه. مرحبا. كيجي تكون مكاسه ادين. والله راجل مزيان. ما تنتجي في الحساب. ما تنتجي في الحساب. مزيون. قول لي شي كلمه للجمهور ديالنا. ايوا السلام عليكم بعدا. واش مبروكه؟ وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. الفيديو. مرحبا. شنو طلع من الدار؟ يلا. المهم الخوت احنا جينا مع السي حاتم من الدار، صعب لنا عنده الدار. الله يحفظك اخي حاتم. المهم كما كتعرفوا الخوت، يعني احنا دائما ملي كيكون معنا شي واحد كنديروا معاه هكا يعني شي لقاء، ضروري يعني ما نسولوه مجموعه الاسئله، ضروري ما نتعرفوا عليه اكثر. المهم يعني باش نقربكم اكثر من خويا حاتم الدردابي، يعني غادي نسولوه اول سؤال لخي حاتم، يعني فوقاش كانت البدايه ديالك اخي حاتم كلاعب كرة قدم؟ ايوا البداية ديالي في المرتبة 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين كنت في مدرسة المغرب التطواني، لعبت جميع فئات العمر فهمتي، اسميني كادي، في سنة 2017 التحق مدينة طنجة، لعبت 4 سنوات تما، يعني استفدت من ديك 4 سنوات بزاف، هاديك ليكسبيريونس و يعني كتسمى دابا ديك المدينة ديالي التانية. صراحة الله كسبت الناس وعرفت الناس، الناس اللي عمرها سمعت شنو الاخر باقي عندي معاهم اتصال مزيان، باقي يتصلوا بيا عندي حكا خوت فهمتي. ديك النهار كنمشي من طنجة باش نتلاقى مع الرئيس مع المدرب. ما حسبتي شي واحد الاختلاف في لونطريمون مثلا مع تطوان وطنجة، يعني في لونطريمون بدلها او نفسها هي ولا الاجواء؟ واش نفس الاجواء يعني كتعيش معاهم يعني بحال داركم هكا بحال مع خوتك مع صحابك هنا في مغرب التطواني؟ صراحة شحال هاديك الشهر الأول وصافي، كتجي واحد عندي واحد أخرى كتلقى دراري قرابين اللي كيعرفك حاد، نلعبو نفس الفوال هنا والدراري كيعرفو هنا، يعني فين مشيت الحمد لله زعما كتعرف شنو كاين، الدراري كيعرفو هنا، كنمشيو لأي ملعب كتبرنا اللي كيعرفك، كتجي واحد واخا قلت تما طنجة ماشي شي مدينة بعيدة، لكن كتحس راسك براني صراحة، كتعرف شي عارف شي لعبة بس عاود تبدا من جديد وتعرف على ديك اللعبة آخرين وتعرف على المدرب وتعرف على الرئيس، فهمتي؟ زعما صراحة ما جبرتش مشكل زعما زعما برا والله العظيم، كتحس راسك انهم براني ولا شي حاجة. خاي حاتم كاين واحد السؤال مهم، يعني انت كلاعب كرة قدم بغيت نعرف يعني شنو هو الطموح ديالك يعني من هنا لقدام، يعني كلاعب كرة قدم واش تبغي الطموح ديالك يزيد يكبر أكثر من هذا الشيء دابا انت اللي فيه؟ واش غنقول لك؟ الخير فيما اختار الله، داك الشيء كيكون أرزاق. بطبيعة الحال. كل شيء بأرزاق، كل شيء طموح ديالنا هو مكرهش زعما ناتوش حاجة المدينة ديالنا، تو يستافدو منا ضروري، داكشي هو داكشي الأرزاق بين الوقت. واحد السؤال طاح لي في بالي خاي حاتم، يعني بخصوص هاد البارتيدو الآخر ديال تطوان مع الجيش، يعني ما تفكرنيش صح؟ ها؟ ما تفكرنيش، يعني
يعني فاش عقل زعما ما كلشي كنتظر زعما يخرج ديك النهائي هذا صح صراحه كان عندنا امل كبير ان تيطوان ديال اللقب ولا القاسم يعني صراحه الله ما كتجي نصيب مرتبوني زعما صراحه الله زعما كان ملي كنتظر شي نهائي كيخرج مزيان زعما يعني تجاوب فقط ديك الجماعه الناس من تقرز من اكيد شحال 1000 كيلو في الالي طبعا بزاف باش تمشي انت فرحان وترجع انت ديك الحاله هذه ما يعني شنو الرساله اللي تقدر توجه للعابه ديال مارستون من اصحابك يعني راهم اصحابك شنو تقدر تقول لهم بالنسبه للسنه المقبله يعني دابا هما طالعين بريمير ديفيزيون شنو تقول تقدر تعطيهم كرساله كتحفيز كتشجيع كقوه ولا شنو نقول لك زعما المباراه ديال النسيه خلاص ما خسر الله كما كيقولوا دابا المباراه دابا كازت خصني نفكر العام اللي باجي ان شاء الله يفكروا في البطوله يكون ان شاء الله ويكون في منافسه كاس العرش ان شاء الله ونشوف قدام ان شاء الله ونكون واحد الطريق كامل. المهم الخوت غادي نمشيو مع خي حاتم لونطريمون ديال الملعب ان شاء الله يا ربي. المهم تنوصلوا ان شاء الله للتيران ونتلاقاو باش نكونوا في الفيديو. خي حاتم؟ خويا مشينا غادي نمشيو واقيلا ياك؟ صافي اذا نتلاقاو في الملعب ان شاء الله. الملعب يلا وغادي تسنانا شي حاجه اللي واعره هذيك الساعه نمشيو للملعب انا نجبد ديك الساعه. خي حاتم يعني بغينا نسقسيوك على المده ولا المسافه اللي من هنا كتستغرق من هنا حتى الملعب اللي كترينيو فيه يعني شحال المده باش كتمشيو في الترونسبور؟ 30 دقيقه هكاك 30 دقيقه 30 دقيقه والمده ديال التدريب ديال يعني ديالكم على حسب الدرس ولا على حسب يعني على حسب الكوتش على حسب مره جوج ساعات ونص مره جوج ساعات مره ساعه ساعه ونص ساعه على الارض على حسب السياسي اي حاكم كتكون عنده يعني واحد الحاجه ويعني ما عنده عليك القصه حاتم السيد رجاج وسط الميدان تبارك الله على الوضع الحمد لله عندنا هذا الموسم السنائي الموسم اللي طاحوا فيه الموسم التالي انهم رجعوا فهذا بحد ذاته انجاز يتحسب اليوم يتحسب الاداره وجميع اللاعبين اللي ما الصراحه ما سمحوش الفرقه تبقاو فيها نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله نهائي كاس العرش ما هو الا مرحله وغتنتهي وغتبدا مرحله جايه ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع والفريق مارتيروني خاصه بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه لحاتم كلاعب عنده تجربه في الملاعب لاعب ذو اخلاق عاليه عنده طموح بالنسبه للتواجد ديالو في نادي مطبي هو ابن الفريق منذ سنوات ومن بعد يعني التحق فرق اخرى ولعب بطولات وحاليا هو عاد الى الفريق الام في مطبي تواجد هذه السنه هذه مع الفريق التواجد ديالو في الحقيقه عنده واحد المكانه بحكم المستوى ديالو اللي عنده بحكم التاريخ اللي عنده زيادة على إضافة إلى ذلك أنه كيشتغل كمؤطر مدرسة مطبي كرة القدم مع الفئة الصغرى حقيقة عنده التواجد ديالو عنده إضافة بالنسبة للتأطير كذلك يحتوي على واحد يعني واحد تجربة كافية لأنه تدرج حتى هو في مجموعة ديال الفئات أنا شخصيا كنتمنى التوفيق كنتمنى التوفيق في المسألة ديالو
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nons. You are not as tough as me.